صباح الفل عليك يا سلا، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. يمكن زي ما انت قلت يا كريم، يعني صح، يعني انا حاليا متواجدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وبالأخص في ملعب مختار التتش، عشان انقل لكم كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. ويمكن طبعا بما اننا احنا في ملعب مختار التتش، خليني ابتدي معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. يمكن زي ما انت شايف يا كريم، يعني ورايا الملعب فاضي، يعني قرر مستر مارسيل كولر انه النهارده اللاعبين يتمرنوا على فتره واحده، وهي الفتره المسائيه الساعه 5 على ملعب مختار التتش، استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله، وهي هتكون مباراه وديه مع نادي بتروجيت بكره على ملعب مختار التتش. يمكن قرر مستر مارسيل كولر يعني من ضمن البرنامج اللي حطه لجميع لاعبي النادي الاهلي استعدادا للموسم الجديد، انه يريح لاعبي النادي الاهلي النهارده يا كريم من التدريبات، طبعا يعني بسبب انه مش حابب يرفع شويه الأحمال البدنية، مش حابب إن اللعيبة تكون مجهدة قبل مباراة بكرة. طبعا بكرة هيلعبوا 90 دقيقة مع نادي بتروجيت، فحابب إنه النهاردة اللاعبين يتمرنوا على فترة واحدة، طبعا منعا لحدوث أي إصابة لأي لاعب في صفوف فريق النادي الأهلي. يمكن بكرة إن شاء الله يعني أول مباراة ودية، ومن أول التجارب الودية خلال الفترة القادمة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي هتكون مع نادي بتروجيت، ويوم إن شاء الله يوم 25 هتكون المباراة الثانية الودية بالنسبة للاعبي النادي الأهلي هتكون مع نادي أسوان، ويوم 29 هتكون ثالث مباراة ودية وهتكون مع نادي طلائع الجيش. ويعني ودي هتكون يعني من ضمن الـ يعني برنامج اللي حطه مستر مارسيل كولر في فترة الإعداد لفريق النادي الأهلي استعدادا يعني للفترة القادمة. ويمكن الفترة القادمة إن شاء الله يعني لاعبين النادي الأهلي يعني هيستعدوا للموسم الجديد. البداية هتكون في بطولة أفريقيا، والمشاركة يعني في بطولة أفريقيا في الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهتكون إن شاء الله يعني المباراة دي هتكون مع نادي الاتحاد المنصري التونسي. وإن شاء الله يعني المقرر يا كريم إن المباراة دي هتقام يا يوم 7 او 8 او 9 من شهر اكتوبر، ده بالنسبه لمباراه الذهاب. مباراه الاياب هتكون ان شاء الله يا يوم 14 او 15 او 16 ايضا من شهر اكتوبر القادم. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اطمن يعني جميع جماهير النادي الاهلي على يعني الـ الاصابات او المصابين في صفوف الفريق. يمكن امبارح يعني الدكتور احمد ابو عبله يا كريم، يعني الطبيب الفريق، اكد لنا وطمنا على حاله احمد نبيل كوكا ان هو حاليا في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي اللي طبعا مخصص له من قبل الجهاز الطبي تحت رئاسه الدكتور احمد ابو عبله. ويعني طمنا انه يعني احمد نبيل كوكا بيتحسن بشكل بدني وكمان طبيا بيتحسن بشكل طبي، وان شاء الله ان هو هيكون متواجد الفتره القادمه في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي. يمكن كمان خليني افكر جماهير النادي الاهلي انه احمد نبيل كوكا يعني كان بيشكو او بيعاني الفتره الماضيه من يعني اصابه او يعني اصابه في العضله الخلفيه الفتره الماضيه، فعشان كده ما كانش موجود في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي، وان شاء الله يعني الفتره القادمه هيكون متواجد. كمان بيرسي تاو يعني حاليا هو في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي، ويعني بيرجع بشكل تدريجي للتدريبات الجماعيه. يمكن الاول يعني في بعض التدريبات البدنيه المخصصه له يعني بينفذها طبعا كل يوم مع الفريق، وكمان بعض التدريبات في صاله الجيم، وبعد كده يعني بشكل تدريجي بيرجع للتدريبات سواء يعني تدريبات في صالة الجيم أو بالجري حول الملعب. فإن شاء الله يعني بعد أسبوع واحد بس بيرسي تاو إن شاء الله يعني هينضم يا كريم للتدريبات الجماعية مع فريق النادي الأهلي. كمان امبارح يمكن شفنا يعني شادي حسين، جميع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني يا كريم رحبوا بشادي حسين يعني المنضم حديثا وخلاص انضم بشكل رسمي امبارح للتدريبات الجماعيه مع الفريق، بعد يعني خلاص ما يعني جه من سيراميكا كليوباترا بعقد لمده 5 مواسم قادمه. يمكن كلنا شفنا رحبوا بيه، ويمكن كمان قبل التدريب ما يتمرن مع الفريق بشكل رسمي خضع لبعض الفحوصات الطبيه الشامله، يعني اشتملت كل حاجه سواء يعني بعض التحاليل او الاشعه. يمكن دي من الخطوات يعني اللي دايما النادي الاهلي يعني بيبقى حريص ان هي تحصل مع اي لاعب منضم حديثا للفريق او كمان قبل بدايه اي موسم جديد، ان كل اللاعبين يخضعوا لفحوصات طبيه شامله عشان يطمنوا طبعا على حاله اللاعب قبل بدايه الموسم الجديد.
استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، خليني بقى اروح يا كريم معاك للالعاب الاخرى، ويبتدي معاك باخبار الفريق الاول لكره اليد رجال تحت قياده الكابتن دانيال جوردو، طبعا المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. والنهارده ان شاء الله يعني الفريق هيواصل التدريبات بشكل طبيعي، التدريب النهارده ان شاء الله هيكون الساعه 4 العصر استعدادا للمباراه القادمه في بطوله الدوري، واللي هتكون ان شاء الله مع نادي الجزيره يوم الجمعه، وهتكون هنا في صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 4. كمان سيدات كره اليد النهارده عندهم تدريب على نفس الصاله، صاله امير عبد الله الفيصل، عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه واللي هتكون مع نادي الطيران، وهتكون برضو المباراه هتقام يعني في نفس الصاله، صاله امير عبد الله الفيصل الساعة 6. وإن شاء الله يعني كل لاعبات النادي الأهلي هيرجعوا تاني للتدريبات الجماعية للفريق يوم الخميس. يمكن زي ما أنا قلت قبل كده إنه في 11 لاعبة أو 10 لاعبات يعني موجودين في صفوف منتخبنا الوطني من النادي الأهلي، زي يعني ليلى حماد وشهد الشواربي، أمينة عاطف، أمنية خالد، وأمينة هشام. يعني كل اللاعبات دي موجودين يعني حاليا في صفوف منتخبنا الوطني، وهيرجعوا إن شاء الله يعني للتدريبات الجماعية مع النادي الأهلي يوم الخميس. كمان سيدات كرة السلة النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين الساعة 7، عشان بكرة هيكون في مباراة ودية أو عفوا مباراة رسمية، أول مباراة رسمية للاعبات النادي الأهلي في الموسم الجديد، هتكون أمام نادي مدينة النصر الساعة 6 على صالة الشهداء بمقر النادي. ويمكن دي أول مباراة رسمية كريم بالنسبة لسيدات أو ملكات كرة السلة في بداية الموسم، هتكون في بطولة منطقة القاهرة، في المباراة دي هتكون بكرة إن شاء الله. وكمان رجال كرة السلة النهاردة اللي عندهم تدريب الأول اللي هيكون الساعة 5 في صالة الجيم، بعد كده الساعة 6 تدريب الباسكت هيكون في صالة أمير عبد الله الفيصل، عشان بكرة برضو عندهم يعني رابع مباراة ليهم في بطولة منطقة القاهرة، وهتكون أمام نادي هليوبلس الساعة 8، ولكن هتقام على صالة نادي هليوبلس، ودي هتكون رابع مباراة أو رابع جولة في بطولة منطقة القاهرة بالنسبة لرجال كرة السلة، طبعا تحت قيادة المدير الفني الأسباني مستر أجاستي بوش. يمكن دي يا كريم كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية، سواء الألعاب الأخرى أو طبعا الفريق الأول لكرة القدم. أكيد أنا معاك يا كريم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. كالعادة تغطية كافية ووافية، بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزة سالة حامد. وخلونا بقى نسيب سالة حامد يا حضرات في ملعب مختار التتش في فرع أهل الجزيرة.